بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، معكم الدكتور أشرف نبيه، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة. أكلمكم النهارده على حاجة المفروض ما تتنساش في يوم الولادة. لو حضرتك بتجهزي نفسك للولادة، أو لو حضرتك لسه والدة النهارده، أو الولادة خلال أسبوع، أوعي من فضلك تنسي إن ابنك لازم ياخد الحقنتين أول يوم. أول يوم فهو 24 ساعة لازم كل الأطفال المولودة تاخد حقنتين، وتأكدي إن طفلك أخد الحقنتين، ما يعديش ال 24 ساعة لما يكون أخد الحقنتين. الحقنتين بيتاخدوا في الورك من قدام، بيتاخدوا في الفخدة من قدام. إيه هما الحقنتين دول وإيه هما أهميتهم؟ ده اللي هنتكلم عليه. الحقنة الأولى يا جماعة حقنة التطعيم بتاع الفيروس الكبدي ب. حقنة التطعيم الفيروس الكبدي ب، ودي لازم ما يعديش عليها 24 ساعة، لازم تتاخد في أول 24 ساعة. التطعيم بتاع الفيروس الكبدي ب هيتكمل بعد كده تاني في الشهرين والأربعة والست شهور، إنما أول حقنة بتتاخد في أول يوم، في أول 24 ساعة. أمال إيه الحقنة التانية؟ الحقنة التانية هي حقنة فيتامين كاف. حقنة فيتامين كاف يبقى اسمها كوناكيون، يبقى اسمها هوماكيون، يبقى اسمها اي اسم، المهم هي حقنة فيتامين كاف، الاسم العلمي بتاعها حقنة فيتامين كاف، ودي يا ريت تتاخد في اول ساعة، مش في اول ساعة، يا ريت ساعة الطفل ما يتولد مباشرة ياخد حقنة فيتامين كاف. ايه فايدة فيتامين كاف دوت؟ ده اللي هو بيمنع الطفل انه لا قدر الله يحصل له نزف او يحصل له نزيف او مشكله من اي حته. النزيف ممكن يحصل عن طريق الانف، عن طريق البطن، عن طريق الشرج، عن طريق اللسع، عن طريق اي حاجه. ففيتامين كاف اللي هي الحقنه بتاعت فيتامين كاف اللي بتتاخد في اول يوم دي ان شاء الله بتمنع الى حد كبير وبنسب كبيره جدا حدوث اي نزف للاطفال اللي لسه مولودين. بنقول تاني ما ننساش الحقنتين بتوع اول يوم للطفل، مش لحضرتك، حقنتين للطفل، الحقنتين للطفل، حقنة فيروس الكبدي بتاع التطعيم، والحقنة التانية حقنة فيتامين كاف بتاع منع النزيف. ارجو ان الفيديو عجب حضراتكم، لو كان عجبكم يا ريت تعملوا شير ولايك عشان يوصل للناس كلها. لو في اي اسئله اكتبوها لنا في التعليقات اللي تحت الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش معانا في القناه اشتركوا في القناه. الى ان نلتقي لكم في فيديوهات اخرى، لكم مني كل التحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.